علاش ما تجربيهاش؟ ما يمكنش سوا راجل سوا امراه سوا بنت، ما يمكنش ما ديروش هاد الوصفه هذه اللي فعلا واخا يكون عندكم الكلف ديال 20 عام. وعشي شنو هي 20 عام؟ 20 عام وجهكم غادي يولي هكا كيشعل، ونتحداكم الا ما رجعش وجهكم هكا تيشعل جيو عندي التعاليق وديروا فيا ما بغيتو. السلام عليكم كبداتي، كي دايرين؟ لاباس عليكم، نتمنى تكونوا بالف خير. وانتم كتشوفوا في هذا الفيديو هذه، مرحبا بكم معايا في فيديو جديد ووصفه جديده. صراحه البنات الوصفه اللي غادي نحط لكم اليوم اللي غادي نبارطاجي معكم دابا صراحه وصفه زوينه بزاف، وبزاف منكم البنات دخلتوا عندي الانستغرام والواتساب كتسولوني شنو كندير لوجهي، واش مازال مكمله الوصفه ديال الزيوت ديال زيت الساميه وزيت الحلو والخرقوم البلدي. كنظن انكم عرفتوني علاش كنهضر، يعني الوصفه ديال الكلف. وصراحه انا ما نكذبش عليكم البنات، انا هذيك الوصفه وقفتها دابا حاليا. علاش؟ حيت الوجه ديالي انايا في الصيف كيولي دهني، يعني وجه دهني مع الزيوت، ما يعني ما عرفتش تصدق لي الوصفه كيف ما هي. بالنسبه للبنات اللي عندهم بشره ديالهم دهنيه، من الاحسن ما يديروش ديك الوصفه ديال الزيوت، هذيك الوصفه ديال الكلف اللي باقا ما شفتهاش غادي نحطها لها في صندوق الوصف ديال زيت اللوز كيف ما قلت لكم، وزيت الساميه والخرقوم البلدي. من الاحسن ما ديروهاش البنات، بالنسبه للبنات اللي عندهم بشره دهنيه. اما هي البنات صراحه راها زوينه بزاف، والحمد لله لقاو شي واحد النتيجه اللي هي مرضيه. ما نكذبش عليكم، راه شوف المينياتور يعني في الواجهه ديال الفيديو، راه الشوجي كي كان مكرفص فاش كنت حامله. والحمد لله دابا انا قدامكم ما كاين لا فيلتر لا حتى شي حاجه، يعني وجهي نورمال قدامكم ولله الحمد. غير كيف ما قلت لكم انا يحبسها حيت الوجه ديالي كيولي دهني في هكا في فصل الصيف. ولكن البنات ما نسيتكمش وما غاديش نبخل عليكم باي حاجه انا كنديرها، وصفه زوينه. كنشكر بعدا قبل ما غادي نعطيكم الوصفه كنشكر واحد المتتبعه ديال القناه اللي هي امينه، امينه كانت عطاتني هذه الوصفه هذه وقالت لي راها زوينه بزاف بالنسبه لوجهي انا دهني هكا في الصيف وداك الشيء، ديريها وشاركيها مع البنات. فعلا تقبلت الفكره درتها، خصوصا ان المكونات ديالها زوينين وماشي زعما زوينين وكيغديو البشره او ميم طون. فعلا درت الوصفه تقريبا دابا هذه راه شي 25 يوم ولا ما عرفتش 26 يوم وانا كنديرها تقريبا يوميا، يعني ما تخافوش منها كنديرها يوميا البنات. وفعلا كنقول لك اختي امينه شكرا لك بزاف بزاف على اللي خطيتك عليا، والله يرحم الوالدين. وكنتمنى البنات كاملين يعني يشكروها حتى هي، يعني مادام عطاتها ليا وانا غادي نبارطاجيها معكم. مهم البنات بلا ما نطول عليكم، وصفه سهله مهله بالنسبه للبنات اللي عندهم الكلف، واخا يكون الكلف ديال 20 عام البنات غادي يتحيد. راه الكلف راه كيتحيد، ما كاين مصعب من الضربات ديال الشمس، يعني الشمس فاش كتضربك كيولي الوجه ديالك بحال مكلف. هذاك بيغ كو يعني الكلف عادي ديال الولاده، الكلف العادي ديال الولاده فعلا مع الوصفات ومع داكشي راه كيتحيد. ولكن الا خليتوه وهملتوا وجهكم وكتضرب فيكم الشمس من هنا وتضرب فيكم الشمس من هنايا، كونوا على يقين البنات ان وجهكم غادي يولي مكرفص وحالته وغادي تعكزوا، تقولوا ما بقاش عندنا الامان باش الوصفه الطبيعيه غادي يعالجوا لنا البشره ديالنا. ولكن البنات تبعوا هاد الوصفه هذه، ديروها يوميا تبعوها وغادي تشكروني عليها، وشكروا حتى امينه امينه عليها. ما نطولش عليكم ندوز المكونات ديال هاد الوصفه هذه. دونك نبداو على بركه الله. بالنسبه كيف ما كتشوفوا هادو هما المكونات اللي عندي في هاد الوصفه هذه. اول مكون وهو الغسول اللي صراحه وغني عن التعريف وغزال البنات، زوين بزاف سواء في البشره ديال الوجه او الجسم وكذلك الشعر حتى هو، وعنده منافع كثيره بزاف، كيعطي واحد الاشراق واحد الليكله واحد الاشراقه كيعطيها للوجه، كيفتح اللون ديال البشره. وكذلك بالنسبه للبنات اللي كيعانيو من الوجه اللي عندهم وجه ميدم او مزيت بزاف، تقدروا ديروا غير الغسول البنات والماورد وديروه على وجهكم 20 دقيقه، هكا كيقلل من الزيوت والدهون اللي كتكون في البشره ديال الوجه. هذه هي البكيه ديال الغسول اللي عندنا حنايا هنا في المغرب، ما عرفتش واش دول اخرى حتى نتوما عندكم بحال هذا الشكل، باش ما كنقولوا لي البنات في التعاليق باش وحدين اخرين يستافدوا حتى هما. المهم انا راه خديت بكيه كبيره يعني عامره ديجا، وبقوا الاستعمالات راه بقى لي منها غير شي شويه.
ثاني مكون البنات اللي هو الترمس. الترمس اللي كذلك حتى هو يعني غني عن التعريف، حيت كاين الترمس المر وكاين الترمس الحلو. هذا الترمس المر، وكنقولوا لي كذلك فول غناوة وبالفرنسية لوبين. بالنسبة للترمس قلبت على يعني في الدول الأخرى زعما شنو تيقولوا ليه، كيقولوا ليه كذلك الترمس المر. هادو هما الحبيبات ديالو بحال الشكل ديال الفول، غير هو تيكون مر. ومن الأحسن تشريوه هكا البنات وتطحنوه عند العطار أو العشاب، حيت تيكون قاصح وصعيب في يعني في الطحين ديالو. وتا هو راه البنات راه كيساعد على التبييض ديال البشرة، وكيعطي واحد النضارة زوينة للوجه، وكيعالج كذلك حتى الصدفية والإكزيما البنات هذا الترمس هذا. وهنايا البنات عندي الحمص. الحمص هكا تا هو بودغ، يعني بودرة أو دقيق الحمص. كيف ما كتعرفوا البنات الحمص كيساعد في التخلص من البقع السوداء والكلاف، وحتى داك يا اما الكلف ديال الولاده ولا الكلف هكا اللي كيجي على عبر الشمس اللي كتبقى مده طويله في الشمس كيولوا لها بقع سوداء. راه حتى هذا الحمص هذا راه كيساعد بزاف بزاف على هاد باش كيحيد لكم دوك البقع السوداء من الوجه ديالكم. وكذلك تاخر حتى الظهور ديال التجاعيد الرقيقه، يعني ما كيجوش على يعني على زعما يعني ما كيبانوش دغيا الا درتوا هاد الوصفات هادو. وهنا البنات الكركم اللي معروف، الخرقوم البلدي يعني بالتبييض الخطير ديالو البنات، زوين بزاف الكركم. من الاحسن انكم تشريوه البنات عواد وطحنوه، انا كنقول لكم ديما. المهم هنا عندي معلقه ديال الغاسول كبيره، ومعلقه ديال الترمس، ومعلقه ديال الحمص، ونص معلقه ديال كيف ما قلت لكم البنات، ونص معلقه ديال الخرقوم البلدي او الكركم. صافي كناخذوا واحد الاناء وكنخلطوا هاد المكونات هادو كاملين بربعه، وكنخلطوهم بالماء، كنخلطوهم هنا تقريبا واحد نص كاس ديال الماء غادي يكفاكم. راه واخا تشوفوه عقاد ليكم يعني واخا تشوفوني زدت الماء غيجي جاري شي شويه، ولكن مع داك الغاسول كيشرب يلاه كيطلق. المهم غادي نخليه تقريبا واحد الخمسة ديال الدقائق بيد ما رطاب ليا هذاك الغاسول، حيت يبغي هكا يرطاب شي شويه باش يولي هكا يعني بحال الكريم. وغادي نطبقه ان شاء الله على الوجه ديالي، فخليكم معايا البنات. هنا كبداتي كيف ما كتشوفوا، يعني من بعد ما دازت خمسة ديال الدقائق هذاك الغاسول صافي يعني رطاب، يعني ضروري من هذه المرحله هذه. وبالنسبه للماء البنات غير الماء ديال الروبيني، وبالنسبه يعني القوام ديال الخليط ما يكون ثقيل ما يكون خفيف. هنا كيف ما العاده البنات فيما كندير شي وصفه كنبغي نطبقها على الوجه ديالي هكا باش تكون واحد المصداقيه اكثر، حيت كاين اللي كيقول لي لا الوصفات ديالك ما ناجحينش، الوصفات ديالك هذه يعني ضروري من دوك التعليقات. راكم عارفين البنات ما كايناش شي قناه اللي ما يكونوش دوك التعاليق اللي كي ديما كي تيقول لك لا هذه ما مزياناش، لا هذه ما صدقاتش. شوفوا البنات اقسم بالله العلي العظيم وما عندي لاش غادي نحلف، الا صبرتوا وداومتوا على واحد الحاجه راه اكيد غادي تخرجوا بنتيجه. اما درتوا حاجه مره وجوج وثلاثه وما صبرتوش وما داومتوش راه ما غاديش يعطيكم نتيجه، وفي الاخر تجيو تكتبوا سواء عندي انا وسواء في القنوات الاخرين لا ما صدقاتش النتيجه لا 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 لا. انا الدليل على هذا الشيء ان الشوجي كيفاش كان مكرفص، والحمد لله بالوصفات الطبيعيه البنات، انا كنقولها وكنعاود ناكد عليها بالوصفات الطبيعيه باش الحمد لله الحمد لله وجهي رجع مزيان، ومازال باقا ما يعني باقا ما وصلتش لديك النتيجه اللي انا راضيه عليها ولله الحمد الحمد لله. المهم حسن بزاف بزاف من الاول. في الاول صراحه البنات وجهي كان مكرفص، اللي اول مره غتشوف الفيديو ديالي غتقول لي ما فيكش الكلاف، الا رجعتي الفيديوهات السابقه ديالي بصح غتشوفي وجهي انه كان مكرفص ومكرفص بزاف. والحمد لله بالعزيمه وبالصبر ويعني وكتعرفوا البنات ان اي وصفه طبيعيه راه ما كتعطي المفعول ديالها من بعد 21 يوم. وبالنسبه لدوك الكريمات فعلا اللي كنت كندير فعلا ساعدوني، ولكن ملي ساليتهم انا قدام عينيكم رجعت الوصفات الطبيعيه الحمد لله والشكر لله. يعني انا هاد الوصفات الطبيعيه انايا كنرتاح ليهم، واخا كياخذوا واحد شويه ديال الوقت ولكن زوينين، يعني كينفعوا البشره بزاف بزاف، يعني ما غادي يضرك مع الوقت ما حتى شي حاجه. والحمد لله غير صبروا البنات، وان شاء الله يعني ما تفقدوش الامل في الله سبحانه وتعالى،
وصبروا. وراه كيما قلت لكم الا كان عندكم الكلف ديال 20 عام راه والله حتى غادي تحيد البنات، راه كل شيء ليه الحل، غير الصبر والعزيمه، الصبر والعزيمه والمداومه البنات، انا كنقولها لكم المداومه. جربوا البنات هذه الوصفه هذه وردوا عليا في التعاليق، ماشي على سيمانه ولا جوج سيمانات، ولكن راه من ابتداء من الاسبوع الثاني غادي يبدا يبان لكم الفرق، غادي فعلا غادي يبدا لكم الفرق، وديما غتكون واحد الاشراقه في الوجه ديالكم. دونك كيف ما كتشوفوا يعني من بعد ما ابليكيت هذا لو ماسك هذا على الوجه ديالي، ديما على بشره نقيه البنات، ومن بعد غادي نخليه 20 حتى 30 دقيقه، وبالنسبه للي شاط ليا نخليه في الثلاجه لمده 3 ايام ونعاود عاوتاني واحده اخرى، ومنين غنغسل وجهي غادي نرطبو اكيد. دونك بذاتي هنا بقى ليا غير نقول لكم السلام عليكم، بطبيعه الحال الى عجبكم الفيديو ما تنساونيش من اللايكات والاشتراك في القناه والتعليق الزوينه اللي كتحفزني باش ديما نبقى نعطيكم الجديد. السلام عليكم، حتى نتلاقاو في فيديو جديد ان شاء الله.